السلام عليكم احباب. واحد الريحه هنايا اللي هي زوينه، ريحه لي فروي دو مير، فواكه البحر، ريحه الكروفيت، ريحه الكالامار، ريحه الصول، ريحه الميرلون، ريحه الحوت بشكل عام. نحن الان في مدينه اسا، في مدينه السمك، عاصمه الطين والسردين. بالعاني بغيت ندير هذا الفيديو، هاد البلايصة، ولا جيتو زوروها بغيتو تتغداو، راه داكشي في المتناول ورخيص وزوين. ايوا ها هي المرسى قريبة ليكم، اللي بغى يطلع على المرسى. هذا كيتسمى الداكسيلو، هذاك واحد ريزيرفوار قديم ديال لي سيريال، وكان المغرب كله في ايامات السنوات كذا كذا كي يخدم به او لا كي ياخذ منه. بطبيعة الحال ما كاينش غاز الزروقية والحوت، كاين حتى الخضورية. انا غندير واحد التور دوغيزون، الشجر نعام سيدي، ها هو، يا ها اللي بغى يجلس مع الوليدات كذا، الباركين، ها الدورة، الخضورية، الزروقية، كل شيء تما. ايوا المهم ما نكثرش عليكم، مرحبا بكم في مدينة اسا، في مدينة الطين والسردين، مدينة اللي فيها زيرو ستريس. غا اللي بغى يستريسي راسو، ها الباركين، راه هو قرية السمك، ها هي راه كاين، عطا الله فين تباركي وتاكل الحوت. نعم سيدي مع راسك، انا ما بغيتش نمشي حتى لتمايا، راه هي هادي، راه هو سيدي. كنختموها على خرير المياه ورائحة السمك التي لا تصلكم ولكن قد تصلونها.